محاولة هلالية في أندية ثلاث، الفرصة الأولى في القمة. نيفيز يلعب الكرة العرضية، تحليل لك لبعاد برناوس، عادة إلى سالم، تمهيد لمن، تغطية تدخل مرتدى روبرينيو، يلعبها باتجاه عبد الرزاق حمد الله، تغطية تدخل كأنه يساعدها. الكرة لبساعة روبن نيفيز اللي يمتص كل الحماس ويعيدها إلى ياسين بونو. من التنافسية العالية، من الصراعات الكبيرة، من المباريات الكبيرة، بنزيما يحاول مع كرة لكن التغطية في اللحظة الأخيرة، يتدخل كنو، يبعد الخطر في آخر لحظة، تصل بعد ذلك إلى سعود عبد الحميد، بنزيما خطف كرة لكن في اللحظة الأخيرة، مر بمهارة سيرجي، يحاول لمصعة الهلال في هذه الأثناء، الزعيم والعميد، لمن الغلبة؟ لمن الضربة؟ لمن الهدف؟ لمن الوصول؟ لمن الفرحة؟ لمن الكرة؟ لمن الكلمة؟ لمن الصدارة؟ العرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل، شطة يبعدها، كأنه يسعدها، صراع بين اللاعبين، يكسب الهلاليين، كوليبالي أمامية، محاولة باتجاه سالم الدوسري، سيرجي على اليمين، كرة عرضية خطيرة ولكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة، عادت مرة أخرى إلى عبد الرزاق فابينيو، تدخل أمام فابينيو، صراع الكرة مع سيرجي، اللاعب يستمر. لا شيء في اللقطة الماضية بين نجم لاتسيو السابق ونجم ليفربول السابق هو الآخر، كرة تصل مرة أخرى، كاليدو المتقدم، صعدها بنزيما، صراعات بين اللاعبين على أرضية الملعب، تصل مرتدة سريعة، اتحادية يقودها كورنادو بار، كورنادو بار، كورنادو بار، كورنادو بار، كورنادو إلى روبارينيو، عبد الرزاق لروما، لكن التغطية يا الله كانت مرتدة خطيرة لمصاعة الاتحاديين معكم للتاريخ في هذه الأمسية، دوري روشن محط أنظار العالم، ضغط عالي من فابينيو، فابينيو لبنزيما لفابينيو، مرتدة اتحادية في هذه الأثناء، عبد الرزاق، حمد الله يحاول التمرير، روما داخل منطقة الجزاء في كرة، روما 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 الشباك بعد أن وصل إلى قلوب الاتحاديين، يصل مرة أخرى إلى شباك الهلاليين، العمل الاتحادي في المرتدة، حمد الله لروبارينيو، الكورة في مرمى بونو، الاتي يضرب بالهدف الأول بعد خطأ دفاعي هلالي وانطلاقة لروبارينيو، هدف اتحادي لا يمكن أن نقبل برحيله أبدا، لسان حال الاتحاديين لأنه في المواعيد الكبرى يصر مارينيو لمصاعة الهلاليين. وفي لحظة أخرى تشعر بأن الزعيم الهلال أقرب، هذه لعبة الآن، كرة تلعب عالية خطيرة للأمام ولكنها ولدينا ضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب للهلال. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جعل حكم المباراة الأسترالي شون إيفانز؟ أنا قلت في البداية هذا الحكم قراراته دائما، شوف هذه اللعبة، هذه اللعبة، هنا الشد والجذب، هنا الشد والجذب بين العليان وبين هذا هو متروفيتش، متروفيتش ضربة جزاء يتقدم يسدد يسدد في الهلال، يرحل مدمر وياتي مدمر جديد في الهلال، يرحل مدمر اسمه غوميز وياتي مدمر اخر اكثر فتكا اشد فتكا اسمه متروفيتش يتقدم. هو اللي صنع ضربة الجزاء بالمناسبة، هو اللي تقدم لضربة الجزاء، هو اللي سجلها، عينك عينك على جمهور الهلال بعدما سجل متروفيتش. نعم 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 نعم، في الهلال رحل مدمر وكانوا يعتقدون أنهم استراحوا من أداء، جاء من بعده مدمر آخر شارع على خطى غوميز. هذا اللي صار ضربة الجزاء بالمناسبة،
أمور الآن الهلال واحد، وبالمناسبة الهلال في آخر سبع مباريات عنده أفضلية. هذه الآن لعبة الآن للأمام خطيرة، فرصة، الله الله، سالم. نعم نعم، في الهلال رحل مدمر، وكانوا يعتقدون أنهم استراحوا من هذا. جاء من بعده مدمر آخر، سار على خطى جوميز. Thank you.